أهلا بيكم تابعين قناتي قناة مصر الآن. رقص بالعصا وحضور نجوم الفن، أبرز اللقطات من حفل زفاف نجل سليمان عيد. احتفل الفنان سليمان عيد بعقد قران ابنه عبد الرحمن سليمان عيد على سارة الخولي، وشهد حفل الزفاف حضور العديد من نجوم الفن، كان أبرزهم كريم عبد العزيز وميرنا جميل ومعتز التوني ومحمود عبد المغني وطارق علام ومحمود البزاوي وشيماء سيف ومصطفى بسيط ومحمد عبد الرحمن ومحمد رضوان وغيرهم من نجوم الفن. وظهر سليمان عيد في بعض الصور من الحفل وهو يرقص بالعصا في أجواء تسودها البهجة بين العروسين. ومن ناحية أخرى ينشغل سليمان عيد بتصوير مسلسل الليلة الكبيرة الذي يجسد فيه عدة شخصيات، كما يشار إلى أن مسلسل الليلة الكبيرة من تأليف ورشة حروف إسلام المدني ومحمد عباس وعاصم الأبيض، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وإسماعيل فرغلي ومها أحمد وغيرهم كثير من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني. وحرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على حضور زفاف نجل صديقه ورفيق التيك توك، وخلال الفترة الأخيرة كان الثنائي يقدمان العديد من الفيديوهات الكوميدية عبر التيك توك. وعلى الجانب الآخر يعرض لكريم محمود عبد العزيز في دور العرض السينمائية فيلم بيت الروبي الذي حقق إيرادات مرتفعة. تدور قصة فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي من خلال إنفلونسر يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير ليطلب منه المساعدة في أمر ما يحتاج منه العودة بصحبته للقاهرة، وتحدث معهما عدد من المفاجآت غير المتوقعة. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.